السلام عليكم. يا مرحبا والله بالغالي والله حيهم علومك وعساك طيبين. يا عسى الله يوفقك يا شيخ. في موضوع يعني صار النقاش قبل شوي انا والربع نسولف في الدوام صراحه حفظهم. قلت لهم والله الموضوع هذا شيق ولا بد اني انبه نقاط عليه واللي ينفع فيه الله ينفع فيه اليوم. اللي هو موضوع الزواج. اذا جاء احد سالني من الناس قال لي شلون الرجال هذا من الرجال، انا ترى امام رب العالمين الحين لازم شنو اقول؟ الحق ما فيه يعني ان جامل في لا احد، ما جامل فيها لا احد. اقول الرجال اذا كان وضعه شكله زين واموره طيبه اقول هذا اللي انا اعرفه. سؤال ثاني ما اعرفه الله اعلم فيها، هذه عاد عند الله. او اني امتنع عندي اقول اسال غيري. اما اذا انا ازكيه واعرف انه عنده بلاوي ترى شنو ترى دفعت بذمتي المره هذه بذمتي انا ما في كلام. ليش؟ انا زكيته وانا سخذوه على كلامي. احتمال كبير على كلامي انا يوم اني ازكي هذا الانسان الذي لا يستحق اني ازكيه، وانا اعلم في يعني امور ولا اعلم ما هو عواقب ما راح يصير، الله اعلم. بعض الناس يقول لا والله اسكت ويمكن المره تهديه. يا حبيبي الهادي الله اول شيء. والله صارت والله وراها راح تطلع عليهم، وراها راح يبين ابو طبيعة على قولته ما خلي طبعا الا ما رحم ربي. يعني الهادي ما يهدي لرب العالمين. والمسألة ما هي مسألة انا ما ارضى شنو ان المرة تنظلم مع واحد انسان ما يستحق، انسان مو نظيف، انسان مو مضبوط. ركزوا يا اخوان، اذا انا يعني مستحي ولا هذا امتنع عن اقول ما اعرف ولا مو ما اعرف. طبعا ما اعرف هذه انسى ما يسوي كلنا تعرفه، ما ادري عن علومه ولا عن شيء ولا اني اقول شيء وزكيه ويزوجونه على كلامي انا. الناس ما تسال اي احد، ركزوا يا اخوان. والامر الثاني والمهم، هذا المهم وهذا يعني الموضوع اللي يعني قلت لابد اني اتكلم فيه، هذا اللي شوقني اتكلم بالموضوع هذا صراحه، اللي هو شنو يعني الربع من ساعه قاعد اسولف معاهم قاعد اقول لهم لازم تعلم. إذا حد سألك لأن ترى المرأة دشت بذمتك، ذمتك أنت أمام رب العالمين، لا صار شيء ترى أنت تحاسب على أمر أنت في غنى عنه. يا أنك تمتنع من الأساس أو أنك تقول العيوب اللي فيه. طبعا العيوب تكون غوية مو أي عيب ولا أي شيء، يعني العيوب غوية وأهمها الصلاة، أهم شيء الصلاة. ترى اللي ما يصلي يعني نسأل الله السلامة حكمه، يعني العلماء تختلف في حكمه، نسأل الله يعني يهدينا يهدي جميع المسلم. أنا ما زكي حالي من ضمن الصلاة والصلاة، والله الهادي الله، والله يوم انك تقوم والناس قاعده بالصلاه ترى فضل الله عليك مو منك. المهم الحين الامر المهم الثاني، اذا سالت احد وقال لي تراه مو هو زين، اروح انا يا ابو المره ولا اخوها واروح اقول ترى قال فلان ترى سالنا فلان وقال لنا عنك الشكل الشكل، 100% راح تصير بينهم مشاكل وراح يكرهه. ليه؟ يقول هذا خرب علي، يعني انا الحين بتزوج وهذا يظل كارهه الان ان شاء الله عاد. فانا يوم اني الرجال علمني ونصحني وقال لي لا تزوجه الله يبيض وجهه، اي والله وادعي له والله. ليه؟ ترى من النصيحه هذه يوم يقول لك تزوجه وهو يعرفه ترى من النصيحه. طبعا السؤال ما اسال اي احد، ركزوا يا اخوان، مو اي احد اساله، أسأل الناس يعني. طبعا ما أسأل أحد يكون حيل حيل معاه، لأن حيل حيل معاه إلا اللي يخاف من رب العالمين راح يقولك ترى في شيء شيء. أما اللي قريب عليه بجامل 100% أنا أشوف منه أشك هذا الوضع. أما إني يقول لي فلان من الناس وروح أقول ترى ما زوجنا لأن في فلان يقول فيه شكل شكل، 100% راح تصير مشاكل. فإن قالك أحد سكر الموضوع وارفض أنت وطريقتك، عاد أنت وطريقتك يا ولي الأمر المرة هذه. والأمر اللي أساس والله بلاوة الله يا أخوان لو نمشي عليه لصلاحة أحوالنا بإذن الله، اللي هو الاستخارة. أنا جيت الحين بتقدم الوحدة للناس، خلاص الحين بتقدم لها استخير وأتقدم. والمرأة لا جاها واحدة للناس خلاص يعني الأمور طيبة وأمور طيبة وسألنا عنه، هذا استخير بإذن الله. إذا مشت الأمور خير على خير، وما مشت في أمر شر والله سكره. ما 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 خلاص ربي ما يعني اذا استخرته تراك شنو وكلت امرك رب العالمين، ما يختار لك الا الخير باذن الله. خذوا ثقه برب العالمين، انا مع السلامه كل شيء يستخير فيه. احنا لو في استخاره في امور والله وبالله وتالله الا امورنا الا تضبط باذن الله، ولا اكثر الطلاق ولا اكثر الامور هذه، ولكن العالم خبط لزق.
حظ يا نصيب، ان الله يسر يسر ولا يسر، صارت سوالف وامور وهذا ومشاكل وبلاوي يعني. فنسأل الله منه وكرمه ان يوفق جميع المسلم، يسر المسلمين عامه ويحفظنا في جميع المسلم. والموضوع هذا والله انا يوم اتكلم فيه والله ناصح للعموم، ماني حاط شيء بجيبي ولا ازكي حالي ولا شيء، فضل الله علي يوم اتكلم بالموضوع هذا، موضوع مهم ويستحق اني ابينه، لان كثير يجامل شنو يعني لا طاعته لمخلوق بمعصيه الخالق. انت يوم انك شنو طعت عشان افلام الناس خوي ولا ايا كان، اجامله عشان شنو؟ عشان امشي الامر وعادي واظلم بنت الناس؟ لا، هم بنت الناس ترى ما هي لعبه، لا بد اني انا اعتبر هذه اختي، كان زوج اختي ترضى تزوج اختك انسان فاسد؟ بس ردي علي، انت تزوجه ما تزوجه؟ تدري في انسان مو نظيف، طبيعي انك ما تزوج اختك شنو لا الشخص هذا. فاعتبر انت يوم ان يجي احد يسالك ترى تخاف من ذمتك، واي امر يصير تراك تحملت وزر عشان جاملت الشخص هذا من الناس. ما تبي تسولف سكر الموضوع، قول اسلو غيري اسلو غيري عشان تفتك تطلع من ان دخل الامر بذمتي ولا شيء. والاستخاره بسيطه بسيطه باذن الله، بس شو ان شاء الله افضل راح ادزها استخاره تقولها يعني اوقاتها، مو شرط وانا ساجد ولا شيء، يعني تقول وانا ساجد اذا كنت حافظت تقول وانا ساجد، كلمات خفيفه باذن الله. راح اصور لكم صوره بالكتابه، تقدر تقولها قبل السلام، قبل تسلم لو بالتليفون تمسك تليفون قبل تسلم تقولها، وترى امر بسيط والله، رب العالمين دينه يسر ما هو عسر، مو شيء يعني لازم، بسيط وكلمات اذا حفظتها ولا قلتها باذن الله، باذن الله ربي يختارك الخير. والاستخاره مو بس في الزواج، ولكن احنا نجمل على موضوع الزواج وتكلمت فيها شكل الاستخاره في كل امر يعني وظيفه ولا ايا كان من الامور الدنيا. احنا مساق اقول لكم النبي عليه السلام يستخير على اي شيء، واذا خير رب العالمين يسر له، واذا شر منع عنه. لو انك تشوفه ماشي 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 رب العالمين بقدرته سبحانه وتعالى يوقفه، يوقفه ترى اعرف انه خير لك والله منعك عن شر فيه إذا وقف عنك. مشى همش وتوكل على رب العالمين، ما عليك بإذن الله ولا شيء، لأن الله أعلم بكل شيء سبحانه. وهو دام أني أنا من بد ملايين الملايين وجهت الاستخارة هذه، والله بالله وتالله ثقة فيه إنه ما خيبني. عسى الله ينفع ما نقول، يوفق وياكم ويسلم بإذن الله. أرسل لكم الدعاء وسهل وكم كلمة والله ينفع فيه يا رب. والسلام عليكم وبركاته.